يثير تباين لون العينين عند أطفال أتراك استغراب زوار قضاء كوكسون الواقع في جنوب تركيا، خصوصا عندما يلتقي الزائر أطفال أسرتين مختلفتين وتتباين ألوان أعينهم بين الأزرق والبني. الطفلة أليف البالغة من العمر 3 أعوام وأخوها ياسين البالغ من العمر 7 أعوام، إحدى عينيهما زرقاء اللون والأخرى بنية. وأوضحت أم الطفلين أنها رزقت ب5 أطفال، 2 منهم أعينهما متباينة اللون منذ الولادة ولا يعانيان من أي مشاكل في الرؤية، بينما الثلاثة الآخرون أعينهم عادية. ألوان أعين طفلي ملونتان منذ الولادة، وأشعر بالسعادة كلما أنظر إلى عيون أطفالي. في نفس الحي تسكن عائلة أطلي التي لها 3 فتيات ألوان أعينهن متباينة أيضا. إنه لشعور جميل أن تكون عيوننا مختلفة، والمثير أننا لا نعاني من أي مشاكل في الرؤية. خبراء صحة أفادوا بأن حالة تباين ألوان عيون الأطفال منذ الولادة تعد نادرة، وهي ناتجة عن نقص أو زيادة في صبغة الميلانين في العين، ولا يؤثر ذلك إطلاقا على حاسة الإبصار. رشا خياط، العربية.